معدل الغسيل الكلوي في العالم كله لكل مريض في الأسبوع 12 ساعة. للأسف المريض في محافظة عدن يحصل على 6 ساعات غسيل في الأسبوع وهي غير كافية، وهذا ما يسبب إلى كثرة المضاعفات له. يوجد عندنا أي مراكز نظرا لبعد المنطقة متكلف يعني مصاريف كثيرة. أحيانا بالذات لما تكون في مشاكل في اشتباكات في ذا، أحيانا ما تقدر توصل للغسيل هنا بصعوبة، وأحيانا تجي هنا وقد فاتك الوقت. من نقص في المحاليل، من الأدوية، من برضو في المختبر، ما فيش مختبر معانا هنا في الإسماعيلية.